أصدقائي السلام عليكم، معكم ساكوراغي من قناة أوهايو أوتاكو ديس. كما شفت من العنوان كتبين أنيمي. بس حبيت صديقي قبل ما تكتبوا تكومونتي وداوي وداوي على المخيات وداوي على حم، كمل الحلقة كاملة وتماك عبر كي بغيتي. ليتس جو. كما لاحظتوا من العنوان كتبت كلمة أنيمي، ما كتبت لا بخياس لا رسوم لا كاتسون. هذه الكلمة بحد ذاتها كلمة خاصة، عكس ما كيظن البعض أنها كلمة إنجليزية، ولكن هي كلمة يابانية. الأنيمي هو نوع من الفن الياباني اللي كيعني بالإنجليزية الأنيميشن، وهو مشتق من الإنجليزية أنيميشن واللي كيعني التحريك. هذا الفن خد الصفات ديالو الخاصة في اليابان، يعني من ناحية الرسم، التحريك، التأثيرات، المهم هذا الشيء اللي ندويو عليه من بعد. ومن هنا المستقبل، إذا شي حد جا عندو قالك تفرج في الأنيمي، عرف راه تفرج شي حاجة صنعت في اليابان. وهنا غندخلو الفرق بين الأنيمي والكارتون، أولا كيف كتسميهم المخيات. كما قلنا الأنيمي هو إنتاج ياباني، يعني نقدر نقولو الكارتون هو أي إنتاج رسوم خارج اليابان. وكما كتعرفوا أمريكا هي خدت الصدارة في هذا الموضوع، هي اللي جات لكم سبايدر مان، سوبر مان، وسبونج بوب. وهذا لا دخل له في الأنيمي بتاتا. وهذا كما كتعرفوا هو بالاساس موجه للاطفال، وكنعرفوا ان الشركه الرائده في هذا المجال هي ديزني. في حين ان الانمي هو ثقافه وعنده تصنيفات، كاين انمي اللي موجه بين الاطفال اللي قل 3 سنين، كاين اللي بين 3 سنين و 6 سنين، كاين اللي الاطفال اللي اقل من 13 سنه، وكاين اللي بين 13 و 18 سنه، وكاين اللي فوق 18 سنه. اي سي محمد كيف سمعتيها انمي فوق 18 سنه؟ هذول شنو هو الانمي اللي فوق 18 سنه؟ انا نقول لك شنو هو انمي فوق 18 سنه. أنيمي فيه مشاهد جنسية كاملة، أنيمي فيه سبان ديال بصح، ماشي سبان تاع ما هذا بحق الجحيم ولا تبان، سبان اللي كتسمعو برا، غير هو من حسن الحظ أنه باليابانية يعني ماشي نفهمو حنا، ولكن هو بالنسبة ليهم راه سبان ديال بصح. والحاجة التالتة هو فيه مشاهد بشعة، مشاهد تاع الدم، مشاهد مقززة للإنسان الكبير اللي ماشي قلبو حجر ما يقدش يصبر لدوك المشاهد. باش نعطيكم واحد المصطلحات التقنية في هذا المجال، في الأنيمي مصنف الى اصناف كما قلت لكم. كاين انمي كودومو، وكودومو كتعني الطفل، وهو كيكون للاطفال بيان سور. كاين انمي شونين، وهو غالبا كيكون المهم للشباب، والاطفال ايضا ممكن يتفرجوا له، هو غالبا كيكون يعني كيتحدث على مغامرات ومغامرات والى اخره، وكيقد يكون فيه بعض الاحيان معاني جميله، معاني اللي قد الانسان يستفيد منها. كاين انمي تصنيف شوجو، وهو يعني للبنات، وغالبا كيكون كيلعب على الرومانسيه، الحياة الطلابية إلى آخره. وكاين أنمي تصنيف سينين، وهذا ديال الكبار، وكيكون غالبا فيه فهمتي بعد شوية عميق، وكيكون فريمون موجه للكبار. وكاين تصنيفات أخرى بيان سور، وكاين تصنيفات حساسة اللي بيان سور معادش نقولها لكم، حيت إلا قلتها لكم غنديكم على داري. فوالا سالينا. المهم حتى تطوروا في الدومين شوية تعرفوا هذا الشيء شوية شوية. دابا غادي نقول لكم الضخامة ديال هذا الإنتاج، وباللي راه ماشي شي حاجة ديال الدراري الصغار. اولا هذا المجال هو قديم، ولكن بدا فريمون في الانتشار في بدايه التسعينات مع الاب الروحي للانمي اوسامو تيزوكا. كما كتشوفوا في الصوره راه كاين اكثر من 430 استوديو خاص بانتاج الانمي، يعني استوديو فيه مدير، رسامين الى اخره. ومن اشهرهم هو استوديو جيبلي واستوديو توي انيميشن وماد هاوس. في اليابان اقراص دي في دي، يعني سيديات اللي كيتباعوا، هما الخاصة بالانمي، ماشي لا ديال هوليوود ولا سعد المجرد ولا والو، يعني الاكثر مبيعا هي ديال انمي. واش في راسك سنة 2001 حقق الفيلم الانمي المخطوفة عدد ايرادات اعلى من تيتانيك؟ والله يرضي عليكم. عرفتوا شنو هي تيتانيك؟ تيتانيك من اضخم الافلام عملها في تاريخ البشرية. هذا الفيلم خدا اعلى ايرادات منه، وخدا فيلم المخطوفة جائزة الاوسكار، وتعتبر رقم 21 في افضل الافلام اللي تعرضوا في تاريخ البشريه. واش عرفتي شنو كنقولوا؟ راه خدا رقم 21 في افضل افلام تاريخ البشريه. غتبقى تشوف فيه تقول اخويا شنو يخرب علينا واش مخيات، راه كنقول لكم هادو ماشي شي حاجه عاديه، هادي راه صناعه. ما تقدنيش سير عند جوجل وقلب براسك. وكاين العديد من الانميات اللي خدات جائزه الاوسكار. دابا جا نحسبوا الفلوس، ماني. واش فراسك ايرادات اليابان من الانمي والمانجا سنة 2013 هو 2.03 مليار دولار؟ واش عرفتي هذا الرقم؟ انا عارف ما عرفتش شنو هي 2.03 مليار دولار. بيان سير انا نعطيك واحد المقاربة، شد هذا الرقم اللي قلت لك دابا ضربو في ثلاثة، غادي يجيك هو ايرادات المغرب من الفلاحة.
يا بدات المغرب شد وزاره الفلاحه مندوبيه مندوبيه الفلاحه الجمعيات المساعدات كاع هادشي تاع الفلاحه والاسمده وضوينه. اليابان دات الثلث ديالو دات الثلث ديالو غير في الانمي والمانغا. نقول لكم واحد الاحصائيه وكنت هي كتضحك شويه. واش في راسك اليابان ان الورق المصنع باش يصايبوا به المانغا هو اكثر من الورق باش يصاوبوا به ورق المحارم او اللي كيتسمى بابي طواليت؟ هذا ما كيعنيش ان اليابانيين يعني ما كيمشيو للطواليت بزاف، بل العكس، حيت هما كينجو كيخدموا كينجو المانغا بزاف. دابا غنجيو للسؤال المحوري ديالنا اللي كتضوا عليه الحلقه، علاش الانمي عنده كاع هاد الضخام وعلاش خاصك تبدا تفرجلو؟ صديقي صديقتي الجواب واضح، ولا قلتو في الفقره الاولى الانمي راه شي حاجه صنعت في اليابان، يعني اصلا اللي دار داكشي هو العقل الياباني، وحنا كنعرفوا العقل الياباني في هذا العصر شكون هو. القصص اللي كيصابوها والمواضيع والحبكه نتاع الاثاره والتشويق والغموض في بعض الاحيان، يعني اصلا الكاتب هو دماغ، الكاتب بحد ذاته اسطوره. لدرجة تكون دابا تمشي تكتب في جوجل نقاشات الانمي ولا غادي تلقى الالاف الاف النقاشات والنظريات وكيناقشوا شنو الاحداث وهذه وهذه. قلب قلب فين ما يوتيوب جوجل فيسبوك تلقى نقاشات على الانمي وقصص الانمي. ثانيا قضية المواضيع اللي كيتطرق لها الانمي والعكس اللي كيظن بعض ديالكم اللي كتقول له انمي ولا كيصحاب له مخيات كيقول الشر الخير وا وا ضربني نضربك، وهذا العكس تماما. هذا حقيقه كاين، ولكن كاين عنده واحد الفئه ديالو اللي هي الاطفال. اما المواضيع الاخرى المواضيع الحقيقيه فكاين انميات كتهضر على حياه طلابيه قصص بوليسيه خطيره، كاين انميات كتهضر على علاقتك بوالديك علاقتك بخوك علاقتك بعائلتك علاقتك بالوطن اللي انت فيه كتعلمك المسؤوليه. راه والله كاين انميات تخدات من كتب فلسفيه، يعني راه والله ما تفرجوا مره وزوج وثلاثه والله لا فهمتي. قصص عن حب الوطن، قصص عن استراتيجيات الحروب، قصص عن الملوك، قصص عن احترام المراه، قصص عن السجناء في الحرب العالميه. تخيل معايا عفاك هذه المقوله كاينه في انمي. الحريه ليست شيء نحتاج لاكتسابه، هي ليست شيء يعطى بدون شروط مقيده. ان تكون حرا معنى ان تتحمل المسؤوليه وان تتاهب لما هو قادم. والله يرضي عليك، هذا راه والله تجيب انسان كبير والله ما يفهم. هذا الشيء قلت لكم انمي هو كيعلم. راه والله ما كاينش اللي تفرج الانمي وقال لك ما تعلمت منه حتى شي حاجه. انا شخصيا ما تعلمت منه بزاف الحوايج وحفزني الحوايج اللي ما كنتش كنقدر نديرها ودرتها. هادشي كله بلا ما نتكلموا على ضخامه الانتاج وجوده الصوره والتاثيرات. وراه كيوجدوا مجموعات اوركسترا كيوجدوها هكا باش يوجدوا الموسيقى والسيمفونيه اللي تستعمل في الانمي. قبل ما ننتقل لكم للنقطه التاليه عن الناس اللي كيتبعوا هذا الدومين، بغيت نعطيكم واحد الملاحظه. راه كاين انميات تمنعات في العرض في امريكا، وكاين حالات نادره اللي تمنعات في العرض في العالم باسره. علاش؟ حيتاش كتصيفط رسائل سياسيه خطيره. هذا الشيء اللي بغيتكم تفهموه، راه الانمي راه ولا هو كبلاتفورم، يعني انا كاتب، انا فيلسوف، عندي بغيت نعبر على الفكره ديالي، عندي اقتراحات، نصايب فيلم، ندير مسلسل، نكتب كتاب. وفي اليابان عندهم ديال الانمي، وبزاف كيختاروا هذا الاختيار هذا حيت الانمي فيه مجال الابداع اكثر، فيه الجوده، عنده اقبال على المتابعين. هذاك الشيء كنشوفوا انميات فلسفيه، انميات عندها ايديولوجيه اللي كما قلت لكم تمنعات في العالم كامل. كاين انميات اللي كتعبر على قصص معاناه، انميات على بيولوجيه شخص معين. وهذا الشيء كيف كتعرفوا راه كان حنا عندنا زمان كمثال كانت بحال كليله وديمنا، راه نفس الشيء غير هذا الشيء بشكل متطور. دابا غادي نتكلموا على الناس اللي كيتبعوا هذا المجال اللي هو الانمي والمانغا واللي هو عنده انتشار في العالم باسره. وغادي تسمع واحد الكلمه بزاف اللي هي الاوتاكو، واللي هي كيف حنا الاسم تاع القناه ديالنا وهاي اوتاكو ديس اللي معناتها صباح الخير انا اوتاكو. هذا المصطلح المعنى ديالو في اليابان خصوصا هو معنى سلبي، وهو كيعني ان الشخص المدمن الانميات والالعاب الفيديو وما عندوش الحياه الاجتماعيه ومنغلق على راسه. هذا في المعنى في اليابان، ولكن هذا المعنى يعني تطور شيئا فشيئا في العالم، ما اصبحش بهذا المعنى هذا، ولكن اصبح عنده معنى خاص واللي يعني كيعني هو الشخص يعني اللي عنده الشغف على الانمي وكيتابع الانمي وكيتابع الجديد ديال الانمي وكيشري الاكسسوارات ديالهم واللباس ديالهم. راه باش تعرفوا راه كاين محلات تجاريه خاصه بالاوتاكو كيتباع فيها الاكسسوارات والعديد من الاشياء، وكاين حتى مهرجانات لقاءات اجتماعات كيديروا في العالم كامل كيتسمى مثلا اليوم الياباني او يوم اوتاكو. ما عندهم بزاف الاسماء، وراه ندار مؤخرا هذا الان في المغرب في موروكو مول اخر حدث
نتاع الاوتاكو في ماروكو مول، وندار في دبي واحد اكبر الاحداث في العالم العربي هو دبي كوميك كون. كي يعني لي ديطا كيجيبوا كاع دي موكاكا، كيجيبوا فنانين، كيكون في لي كوسبلاي. لي كوسبلاي هو داك اللباس، دوك الناس اللي كاين عندهم الشغف باش كيلبسوا اللباس تاع الانيمي كيلبسوا بحالو كيتسموا كوسبلاي. كيجي شي واحد ولا شي وحده وكي بحال الا كان كيتبع سامي حيني ولا مانيش عارف الافلام التركيه وداك الشيء ولا الافلام الهنديه، وكيجي وكيقول لك وانتم البزي وانتم واش عرفتي دابا المقارنه كيف؟ لا مجال للمقارنه، راه حاجه اللي دات الاوسكار وتعتبرت عالميا عندها الانتشار باش كتقارنها بسامي حيني، تبا لكم. وغادي نعاود لكم واحد القصه طريفه وقعت لي انا شخصيا. حمارات كنت غادي كنخسر لي التليفون ديالي، كنت باش نصاوبو في السوق نتاع التليفونات وكيصاوبو بيسيات داكشي. المهم كنت كندور، والله اخوتي تيقول ما تيقوش، كان واحد السيد انا جاي فايت جالس هكا في المحل ديالو كيتفرج في البيسي، نقول لكم تقريبا عنده بين السبعينات والثمانينات، والله لا الشخص شيخ عنده الحياه بيضاء نضاضر مسكين كاع التجاعيد وداكشي. والله الا جيت وكتلقيته كيتفرج في ون بيس واحد الانمي اللي معروف، والله لقيته كيتفرج في ون بيس. وجيت هكا الفضول سولتو قلت له عفاك كتفرج ون بيس؟ قال لي واه، قال لي انت كتفرج ون بيس؟ والله الا بكل تواضع مسكين بقينا كنهضروا وكنناقشوا معاه وفرحانين وكنهضروا المسائل والنظريات. هذا الناس هذا راه بنادم عنده 80 عام، وكنت جد فخور ملي هضرت معاه، وزعما صراحه بحال حسيت بواحد الراحه نفسيه. اقتنعتي ولا باقي؟ بغيتي تنضم معنا في جيش الاوتاكو، في مجتمع الاوتاكو؟ نضم القناة ديالنا وتابونا ودير لايك ونشر مع اصحابك والناس اللي كيتبعوا الانمي بدل لي زوتاكو. كنقول لكم تحيه ليكم، وصيفط هذا الفيديو لصاحب وقول له ها علاش كنتفرج الانمي. يمكن لكم تدخلوا القناه وتشوفوا الفيديوهات السابقه ديالنا، وان شاء الله كاين فقرات كثيره. اي استفسارات بغيتوا تطرحوا علينا مرحبا بكم، كاملين ضعوها في الكومنتيرات، وما تنساوش عفاكم تابونا باش يوصلكم الجديد. نلقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. الله فراسكم انا بيس.